ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ والنهارده جبنا لكم فيديو النهارده معانا حاجات بقى بتبدا من 500 جنيه، جراو وجيرمان بتبدا من 500 جنيه، يعني اللي معاه فلوس واللي معاهوش فلوس هيشتري الفيديو النهارده. قبل بدايه الفيديو كده يا شباب، اي حد عنده اي كلب حابب يبيعه من خلال القناه هسيب لك رقم التليفون بتاعي على الشاشه، ابعت لي صور الكلب اللي انت حابب تبيعه والمكان والسعر، وان شاء الله الفيديو الجاي الكلب بتاعك بيتباع من خلال القناه بكل سهوله. اهم حاجه تبعت الفيديو واضح، يكون كل مواصفاته واضحه زي العمر بتاعه، بكر ولا انتايا مثلا، النوع بتاعه، لان ساعات الانواع ما بتبقاش واضحه قدامي، بتبقى حاجه هجينه، حاجه مش عارف ايه الكلام ده كله. طيب يا شباب، فيديو النهارده بما اننا جايبين لكم جراوه ب 500 جنيه بس، عايزين الفيديو يوصل لاكبر عدد من اللايكات، عايزين الفيديو يوصل 200 لايك، كمل الفيديو للاخر لان في مفاجات في الفيديو دوت. ولو وصلت لنهايه الفيديو برضو وعجبك الفيديو ما تنساش اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو يا عم اعمل ديزلايك عادي مش هتفرق، المهم ان انا متاكد ان الفيديو ده هيعجبك. فيلا شباب نخش الفيديو من غير كتير، يلا. اول حاجه معانا كلبين جيرمان، مستوياتهم يعني تعتبر معقوله جدا، هم عموما حاجات شورت هير لسه صغيرين، المستويات زي ما انتم شايفين في الفيديو مش احسن حاجه برضو، ولكن سعرهم برضو مش عالي قوي. تمام، مطلوب في الواحد 1700 جنيه، بيقول لي في واحد متطعم وفي واحد مش متطعم، فيهم هما الاثنين، في واحد زي ما انتم شايفين ودانه واقفه، في واحد لا. عموما 1700 جنيه انا شايف ان هو السعر ممكن يكون مبالغ شويه فيهم الاثنين. تمام، يعني الواحد فيهم ب 1700 جنيه ده ممكن يكون مبالغ شويه. تمام، هو قال لي لو حد هيخلص فيهم الاثنين هيبقى مطلوب فيهم 3000 جنيه، انا برضو لسه شايف ان السعر ده مبالغ فيه، ممكن ينزلوا حاجات شويه حلوين كمان، يعني ينزلوا شويه حلوين عن كده. عموما المكان صفة اللبن، اللي عايز اي حاجه منهم مفيش مشكله. تمام، متاح رؤيه الاب على الطبيعه والام برضو، يعني بيقول لي الام مش موجوده، الاب بس المتاح تشوفه على الطبيعه. تمام، هي حاجه تقلق ان الام مش موجوده، ولكن روح شوف الاب، شوف الجراوي، شوفهم لو في فيديو اكيد للتحضين ليهم مع الام. بس انا شايف ان مستوياتهم مش احسن حاجه برضو كسعر 3000 جنيه. تمام، هسيب لك رقم التليفون على الشحن، مش خسران حاجه، كده كده روح شوف الحاجه على الطبيعه لو عجبتك. معانا بقى حاجه بيجل، نتاية بيجل، العمر 3 شهور، مطلوب فيها 2000 جنيه، المكان المنوفيه. عموما انا مش بفهم قوي في البيجل لانه مش منتشر عندنا قوي في مصر، وكلب انا ما اعرفش في مستوياته قد كده، ما اعرفش هل ده بيجل اصلي ولا لا. طبعا الناس اللي بتفهم تقول تحت في الكومنتات ده بيجل اصلي ولا لا، لان انا مش واضح لي مستوى قد كده. تمام، نعم اعرف البيجل واعرف شكله كده، ولكن مش عارف هل ده حاجه اصليه، حاجه بيور، حاجه كويسه، مستواها حلو فعلا يستاهل 2000 جنيه ولا لا. عموما كده كده انا هسيب لك رقم التليفون على الشاشه، هو العمر 3 شهور، كده كده في سن مساخه برضو. لو متاح تشوف الاهالي شوفهم، مع ان انا حاسس ان ده اكبر من 3 شهور لان البيجل ما بيبقاش كبير قوي. تمام، ولكن لو متاح تشوف الاهالي شوفهم على الطبيعه، لان انا فعلا اشك ان ده كمان 3 شهور، فانت شوف الدنيا بتقول ايه. لو ده فعلا بيجل ب 2000 جنيه، انا اعرف ان البيجل معدي، فده سعره بيبقى مناسب جدا. فانت بكل بساطه تروح تقول له انا عايز اشوف الاهالي، الاب والام، عجبك الكلب تواصل مع صاحبه. عموما انا ما بفهمش في البيجل عشان ما اضحكش عليه. معانا بقى حاجه هاسكي او نتايه هاسكي، للبيع بيقول لي هاديه ومتدربه، طاعه، واخده كل تطعيماتها، عندها 5 شهور او 6، يعني بتلعب في ال6 شهور، خلينا نقول 6 شهور. بيقول لي بتعمل حمام في الحمام، مطلوب فيها 1300 جنيه. بصراحه بالمواصفات اللي هو قالها ان هي بتعمل حمام في الحمام متدربه، كلبه باين عليها نظيفه، باين عليها مليانه، وصاحبها مهتم بيها، بالمستوى اللي انا شايفه ده ب 1300 جنيه، دي حاجه جامده جدا. وانتوا عارفين الحاجه الحلوه بقول عليها حلو، الحاجه الوحشه ممكن اقول لك عليها وحشه عادي جدا. الكلبه دي اللهم صل على النبي، بصراحه حاجه مستوى حلو قوي ب 1300 جنيه. طبعا احنا بنتكلم حاجه بسعرها ب 1300 جنيه حلو قوي، هاسكي ب 1300 جنيه يا جدعان، حلو جدا جدا جدا. اي نعم الشعر مش لونج هير، مش احسن حاجه، بس ب 1300 جنيه ديت مش فلوس خالص في مستوى زي دوت. تمام، هي انت هاسكي زي ما قلنا عندها 6 شهور، لسه صغيره، بتعمل حمام في الحمام ومتضربه ب 1300 جنيه يا بلاش والله. معانا بقى حاجه اللي هي بتاعه فيديو النهارده او برعايه فيديو النهارده بمعنى اصح، معانا جرو جيرمان 45 يوم، المكان المنوفيه بكام بقى؟ ب 500 جنيه بس. ايوه ب 500 جنيه، اي نعم الكلب الشعرايه مش احسن حاجه، مواصفاته برده مش احسن حاجه، ممكن تشوف برده الاهالي، لو هو عنده الاهالي ممكن تشوفهم تتاكد، لان فعلا ممكن ينضحك عليك، مش هقول لك لا، في حاجات بتبقى بلدي
ايوه حرفيا بتبقى بلدي مش جيرمان، وبيبان عليها ان هي جيرمان من وهي صغيره تمام. ولكن عموما ب 500 جنيه والمستوى اللي انا شايفه دوت في المواصفات اللي انا شايفها ده على الكلب لما يكبر هيبقى حلو قوي قوي قوي، هيبقى من الحاجات اللي احنا بنقول عليها بلجيكا، هي الحاجات اللي الواناتها السمراء بتبقى زياده في الجسم شويه، مش هيبقى لون احمر قوي، حته الحمراء مش هتبقى حمراء قوي، هي بتبقى فاتحه. بس الكلب في الاول وفي الاخر ب 500 جنيه يا شباب، مش اللي هو لازم تدور وراه وبتاع، لا حاجه ب 500 جنيه على قد الايد، 45 يوم تربيها على ايدك ب 500 جنيه ممكن تحطها المزرعه تحطها مش عارف ايه. 500 جنيه مش فلوس الايام ديت، واحنا كلنا عارفين اسعار الكلاب عامله ازاي والدنيا اصلا ماشيه ازاي تمام. فهسيب لك رقم التليفون على الشاشه، عجبك الكلب تواصل معه. صح، معانا بقى حاجه هاسكي ب 2000 جنيه المكان المنصوره. بصوا الكلب مع ان هو ابيض وفي مكان مش اي نعم مش انضف حاجه او التصوير فيه مش انضف حاجه، بس ما شاء الله باين على الكلب ده الاهتمام، باين عليه تسريحه الشعر، باين عليه الشعريه اللونج هير، باين عليه انه عظمه حلوه قوي، لابس حتى الطوق اللي هو لابسه نضيف، حاجه مصروف عليها باين قوي. بصراحه حاجه جميله قوي قوي قوي، العين زرقاء زي ما انتم شايفين، المستوى اللي انا شايفه ده اللهم صل على النبي حلو قوي ب 2000 جنيه والله العظيم، وحاجه وايد كده حاجه تحفه فنيه جدا جدا جدا. تحسها داخل فيها سامويل، بصراحه مستواها عاجبني قوي، والشكل بتاع الكلب بصراحه هديله تقييم 10 من 10 بالنسبه ان هو ب 2000 جنيه، حاجه محترمه جدا 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 والله العظيم. ربنا يبارك لصاحب النصيب وربنا يبارك لصاحبها. معانا بقى كلب بيتبول عنده سنه مطلوب فيه 1500 جنيه، طبعا بوز مفيش بوز خالص، الجمجمه اللهم صل على النبي، حاجه محترمه جدا. الالوان بقى زي ما انتم شايفين، الجسم حلو قوي، اي نعم عظمه مش اعلى حاجه ولكن في الوسط في الحنين، ولكن الجمجمه بسم الله ما شاء الله بتعوضك عن العظم زي ما انتم شايفين، والجسم من الحاجات اللي هي تعتبر عاليه، في ناس ما بتحبش كده تمام، ولكن ب 1500 جنيه والمواصفات اللي احنا قلناها دي، الجمجمه العظم مظبوط، الصدر فيه فتحه صدر يعني معقوله جدا جدا جدا، في جسم كويس جدا، في طول وحجم الكلب كويس جدا، معقول جدا كلب ب 1500 جنيه من الحاجات المعقوله جدا في فيديو النهارده. معانا بقى حاجه جيرمان، اللهم صل على النبي، بصراحه حاجه محترمه جدا، الشعريه اللونج هير دي لمس الارض، اي نعم ما فيهوش على فكره ما فيهوش كسحه، واضح جدا من وقفته، او ممكن انا ظلمه ان هو مش باعت لي فيديو، ممكن يكون هو فيه كسحه ومش باينه، ولكن الصوره اللي هو موقف فيها الكلب باين ورك لاين خالص تمام. الشعرية بتاعته ما شاء الله حلوه، الالوانات حمراء، والماسك الوش جميل، الودان بتاعته حلوه قوي قوي قوي، ولكن اتوقع ان الكلب ده ما فيهوش كسحه تمام. الكلب ورك لاين، ودي حاجه ما تعبوش على فكره، لان الكلب بسم الله ما شاء الله فيه مواصفات دبابه، الوانات حمراء خالص، ماسك جامد جدا، عظم اللهم صل على النبي حلوه قوي للكلب، الودان بسم الله ما شاء الله حاجه محترمه جدا، نجمه في الست. الكلب في مواصفات عالميه بصراحه، الله اكبر عليه، مطلوب في 3500 جنيه يستاهل، عنده سنه ونص، ذكر لسه في اول الشباب وفي اول جوازاته، اول الجواز تمام. المكان الجيزه، لو انت حابب تجوز برضو عادي، لو انت حابب تشتري ب 3500 عادي، 3500 جنيه. هسيب لك رقم التليفون على الشاشه، بصراحه كلب مواصفاته حلوه قوي، ما يعجبوش غير ان هو ما فيهوش لف الظهر والكسحه، غير كده الكلب ده توب التوب بسم الله ما شاء الله عليه. معانا بقى انت عندها خمس شهور تمام، المكان الزقازيق مطلوب فيها 1500 جنيه. عموما الاهالي دي فيها بيتبول وفيها بولي، يعني اهاليها بيتبول على بولي، جايبين الشكل اللي انتم شايفينه ده، اي نعم هي واخده شكل البولي اكتر، وداني البولي، بوز البولي، واخده اسر البولي، واخده عظم البيتبول اللي هو العظم الرفيع مش اعلى حاجه، ولكن الكلب دي لو اهتميت بيها اتوقع ان انت هتلاقي حاجه تحفه فنيه. هي بوزها مش طويل قوي، لو اتقص ودنها تبقى شكل بولي محترم جدا، عامله شبه سيلفر اللي عندي، سيلفر حلو قوي 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 بسم الله ما شاء الله لما كبر بصراحه، مع ان ابوه كان بولي بوكي والام كانت بيتبول، جاب لي الشكل اللي هو سيلفر لو انتوا عارفينه، حلو جدا جدا جدا، كنت جايبه حته 30 يوم كده، كان كان في الضياع خالص، كان حاجه قصيره خالص، بس بسم الله ما شاء الله دلوقتي حاجه محترمه جدا. هي اي نعم ينطبق عليها نفس المواصفات برده ب 1500 جنيه، اب وام بولي، حاجه حلوه جدا جدا جدا، هو بقى معروف جدا ودايما بيعرض، الشخص ده بيعرض عند الاب دوت او جراوي، بيبقى جامد جدا، من احسن خطوط الدم في مصر. سيب لك رقم التليفون بس عشان نشوف نهايه الفيديو، لو عجبك الفيديو انت كيف تعجبك، بس تعمل لايك، تشترك في القناه كما حكمت ريكس. سلام.